سولفنا انا وياك عن بوشكاش. اذا التجنيس درن ليس جديد. لا هو هذا الرجل بعد ما قدم الكثير للكره الهنغاريه. يعني الكره الهنغاريه بالتاريخ، وراح نسولف شوي على التاريخ، كانت سيده كره القدم العالميه بال54 حتى جاء الالمان. يعني بال54 من اجوا وصعدوا الكاس العالم على حساب انجلترا بالتصفيات، كان مجموعتهم فريق انجلترا اليوم اللي جماعه توم ربعك. نعم. ف العمسام. العمسام امريكا. نعم. اوكي. لعبوا المباراه الاولى بانجلترا، فازوا على انجلترا في ويمبلي 6-3. فالملكه اليزابيث الراحله قالت، كانوا على ابواب الكريسماس. نعم. وعياد راس السنه، قالت طلبت من كل اب وام يقدمون هديه يحطونها تحت شجره عيد الميلاد، كل يجيبون لاولادهم كل واحد كره، لانه صارت عندنا عار نكسه انه نزم من هنغاريا على ارضنا 6-3، على امل يقدمون بوشكاش، على امل شيء يقدمون شيء اروع بالمباراه الثانيه في بودابست. نعم. راحوا لبودابست خسروا 7-1. ممتاز. بوشكاش هذا الراقي جدا. نعم. انتقل هذا الرجل وين؟ لاسبانيا، لريال مدريد. ظل عاش طيله حياته ريال مدريد، واليوم عنده جائزه وتم تجنيسه وراء، ولعب المنتخب اسبانيا، واليوم اكو جائزه باسمه جائزه افضل هدف بالعالم، يسمونها جائزه الكابتن بوشكاش.